السلام عليكم. أعلنت وزارة الدفاع في الساعة الأخيرة عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية المقاتلة من نوع F-15 واستشهاد كل طاقمها. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع أن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة 12:50 أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية. وقال ذات المصادر أن طاقم الطائرة يتكون من ضابط طيار وضابط متربص لقوا مصرعهم فور تحطم الطائرة العسكرية وعثر على أشلائهم متناثرة هنا وهناك. وقامت لجنة عسكرية مختصة بمباشرة مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث والذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي. وللإشارة فإن هذه الطائرة العسكرية وقعت أمس الخميس بالقرب من قاعدة الملك عبد العزيز في الظهران بدولة السعودية. إنا لله وإنا إليه راجعون.